المحبة والسلام. نجدد اللقاء بحضراتكم دائما هنا من هذا المكان في هذا الأسبوع آخر أسابيع تأهيل الصغار وانطلاق هذه الفترة المسائية المحددة لهجن أصحاب السمو الشيوخ من سن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات 14 شوطا. بإذن الله تعالى سوف تعلم منافسات آخر التحديات استعدادا وتأهبا للختاميات القريبة جدا. على بركة الله إذا أعلنت انطلاقة أول أشواطنا. هو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصايل الذي أعلن هذه البداية الأولى. ومع هذا الانطلاق، مع هذا التحدي، مع هذه البداية القوية مشاهدينا متابعينا، نتشرف بحضوري وتشريفي ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه لمتابعة هذه السباقات وهذه الفترة المسائية. كذلك ترحيبنا بسمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات رياضة الأصالة والتراث. ترحيبنا بكل الحاضرين والمتابعين لانطلاقات رياضة الأصالة في هذا المساء الجميل. نبدأ إذن مع البداية، نبدأ مع أول التحديات ونسير مع المركز الأول في تقديم نجومنا الجدد في هذا السن، سن اللقاية، المقدمة والصدارة الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بن العرطي الحميري. انتقل إلى ثاني المراكز وأتابع هناك. هناك التحدي والانطلاق والتواصل الذي يحمل هذه البداية وهذه الانطلاقة الأولى. نعود مع مقدمة الشوط. هناك نبدأ بالشاهينية التي تبدأ على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن هزيم المسافري، بينما المركز الثاني تأتي سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهايري في تضميرها. والمركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري يضمرها. والمركز الرابع نعود مع بالظبيان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن علي بونواس في تضميرها. والمركز الخامس رشيدة على خامس المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في التضمير. المركز السادس تاتي هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفه بن سالم بالصقعه يضمرها. وفي المركز السابع هنا دخول الطياره لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري يضمرها. وهنا وصلت الخواره في هذه الانطلاقه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقياده سالم بن هيان بن حمد بن هيان العامري. أما المركز التاسع فتدخل اليمشى على المركز التاسع لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن عبد الله بشر الخاطري في التضمير. وهناك على آخر النداءات والمركز العاشر تأتي روعة في انطلاقة مميزة لسمو الشيخ سعيد بن خليفة بن محمد النهيان. وهناك سعيد بن مبارك الوهيبي يضمرها. هذه إذا البداية، هذه التحديات، هذه الإثارة الواضحة في هذا الشوط، الشوط الأول والمقدم لمسار البداية، مسار الانطلاقات، مسار التحديات، مسار إثارة هذه الأشواط. نعود مع البداية، نعود مع البداية مع انطلاقة هذه اللحظة ونحمل أيضا مقدمة هذا. إذن هنا البداية والعودة إلى مقدمة الشوط مع هذه الانطلاقة التي تأتي مع الشاهينية قائدة المركز الأول ومعلنة أيضا وجودها مع انطلاقة أول المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المكتشف علي بن نزيم المسافري المتواجد أيضا بهذا التحدي وهذا المسار. ما شاء الله نجمة جديدة تنضم أيضا هنا في هذا العالم، العالم الساحر. المركز الثاني لا تزال سلهودة على ثاني المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تضمير مطر بسيب اللاحج الهايري. والمركز الثالث
لا تزال رشيده، رشيده على المركز الثالث سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في ادارتها، وهناك على المركز الرابع تنطلق هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خليفه سالم بالصقعه في التضمير، وفي المركز الخامس الشاهينيه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم سري بن سالم بالعرطي الحميري ليضمرها ويتابعها ويراقبها، والمركز السادس عوده الى الطياره سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. هذه هنا ايضا انطلاقه المركز السابع، نعود مع شواهين اللي على المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري اللي بدا يقدم شواهين الى هذه الانطلاقه وهذه المسافه القريبه الباقيه. خلاص 1200 اذا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه الانطلاقة التي تحدد هذا المسار ومكتشف النجوم هناك على قمة البداية على قمة المركز الأول يأتي مع الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة علي بن هزيم المسافري. الله الله بدأت بقيادة هذا الشوط وتسلمت القيادة وسطرت انطلاقها المميز في هذه اللحظة. هنا على المركز الثاني بدأت شواهين، طارت الشواهين، انتقلت الشواهين إلى المركز الثاني في هذه اللحظة. هنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين ينتقل بسفارة هذا الشوط إلى المركز الأول إلى التحدي الأول، وغيرت على الصدارة. الله الله الله، سلام يا سفير المضمرين، تحية وانطلاق وتواصل في هذا الأداء الجميل وانتقال شواهين، وطارت شواهين على سفح هذا الجبل جبل الأصايل المميز هنا في هذه اللحظة تحمل هذه البداية. سارت ما شاء الله سير مميز تحدي مميز، فازت بهذا الشوط، سجلت هذا الإنجاز وهذا التحدي. شواهين إذن هنا في المركز الأول وانطلاقة هذا الشوط. تهانينا وناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذه الانطلاقة، وتهانينا سالم بن حمد بن هيان العامري. ما شاء الله السلالة الشاهينية وشواهين تغني في هذا المساء وتعلن أيضا هذه الانطلاقة في أول الأشواط. المركز الثاني العفريت لهجن العاصفه، والمركز الثالث رشيد سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. المركز الرابع وصلت هناك شاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله تبارك الله، المسار حمل بدايه وشواهين سطرت الانجاز بهذا الاداء الجميل وبهذه البدايه القويه لسفير المضمرين. 7 دقائق 46 ثانية 9 من الأجزاء من الثانية. أيضا تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لسالم بن حمد بن هيان العامري. المركز الثاني ذهب إلى العفريت، تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير. 7 دقائق 49 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. وأيضا المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة كانت رشيدة، تهانينا وناموس سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم.